نوم. كما يعلم فضيلتكم عن شدة الازدحام في العشر الأخير من رمضان في الحرم المكي، وسؤالي هو: هل يجوز لمن أراد الاعتكاف أن يشترط نومه في غرفة مجاورة للحرم، لأن ذلك يكون أنشط في العبادة؟ يا أخي، إذا كان فيه زحام شديد في المسجد الحرام اعتكف في غيره، المساجد كثيرة ولله الحمد، اعتكف في مسجد بالعزيزية أو في الششة أو في، لأن الحرم كله سواء الحمد لله، كل ما هو داخل الأميال فهو سواء، الصلاة فيه مضاعفة والاعتكاف فيه مضاعف والعبادات مضاعفة في كل ما كان داخل الأميال، فلا تضيق على نفسك ولازم في المسجد الحرام، أو بلازم المساجد مكة كلها ولله الحمد كلها سواء.